أما هلا وصلنا لآخر مساحاتنا الصباحية، دائما نحكي بمصطلح تطوير الذات ودائما بيرافقنا هذا المصطلح بحياتنا. شو هو مفهوم تطوير الذات؟ قد ايه نحن اليوم مهم نضل نسعى نور لحتى نشتغل على تطوير الذات، ودائما بنقول يا رب نكون بمجتمع يتفهم موضوع التطوير الذاتي. وقديش مهم اليوم، يعني انت بتقيسي مهاراتك الحياتيه اليوميه بتطوير الذات، بتقولي انه انا اليوم مختلفه عن انا من سنه، يعني وانا كيف، يعني في قصص كنت وقف عندها وكيف في قصص بتقطع بحياتك بتقولي لا قطعت شوط طويل. ايه تماما، كيف فيكي تطوري ذاتك؟ مهارات تطوير الذات بالحياه اليوميه شيء كثير مهم، وقديش فينا فعليا نطور ذاتنا بشكل مستمر اليوم. رشا رح نحكي عن هاي القصه وكيف نحن اليوم قادرين نشتغل على تطوير الذات مع ضيفتنا لليوم خبيره تطوير المهارات الحياتيه مريم عيسى. سعد صباحك. صباح النور، اهلا وسهلا. كيفك؟ تمام مريم، طلعتك هذا الليك انه في رايقه ان شاء الله على طول. سعد صباحك. صباح واهلا وسهلا فيكي. قبل ما نحكي عن تطوير الذات ومهارات الحياتيه لتطوير الذات، خلينا نحكي مفهوم تطوير الذات شو هي، لانه في اشكاليه، يعني اذا بدنا نعرف الناس اكثر ما معنى تطوير الذات؟ شوفي، ما في معنى، ما في تعريف خاص، هو فينا هو نلخصه، فينا نلخصه بانه هو انه انا لخص لك اياه بمفهومنا، انه انا اليوم غير امبارح وبكره غير اليوم. هي باختصار، هذا المفروض، هذا الطبيعي. حتى نزلت بوست كنت عم بعلن عن هي الحلقه بانه هو تطوير الذات موضوع ما عاد صفى حاجه وما عاد صفى كماليه، هو حاجه. يعني نحن بعد ما ناكل ونشرب هي الحاجات الاساسيه وكذا، في شيء اليوم على هوى العصر والهوى الاشياء اللي صارت بالحياه، اذا انا ما مشيت فانا واقف، فانا عم بتاخر. هذا التاخر لا يعني انه انا ما عم بعمل شيء معناها انا ثابت، لا، انت ما انك ثابت. حتى الشخص اللي ما بيعمل شيء هو مو ثابت، هو عم يرجع لورا بسبب تقدم الوقت. فهذا الامر صار اليوم ضروره لاقدر انا اتاقلم مع الحياه المعاصره، لاقدر احكي وواجه واكون جزء من هذا المجتمع. الحياه عم تتطور فانا لازم اتطور حسب متطلبات الحياه. مفهوم التطوير بكل النواحي، يعني البني ادم اليوم عايش مو بس نحن عم ناكل ونشرب ونروح على الوظيفه وبنرجع، وفي اشياء كثيره. انت اذا بتشوفي كل منحة، انا بحاجه اليوم لتطوير، كل يوم لتطوير نفسي. اول شيء يكون عندي صلابه نفسيه كثير منيحه، لانه اليوم باي برنامج بيطلع فيه، باي كورس بقدمه، بيقول لك نحن تعبانين نفسيا بسبب الظروف بسبب الواقع. طيب اوكي، معناها انا اول شيء بدي اشتغل عليه هو موضوع الصلابه النفسيه. خليني احكي، وما بحب كثير مصطلح الصلابه كونه هيك بيعطيك شيء، فممكن اقول لك المرونه النفسيه. يمكن أضبط التأقلم، أنه أنا أكون عندي مرونة نفسية مع كل الظروف اللي بتصير. هل يعني استسلام؟ لا، هو المرونة أني أعرف بالضبط كيف دير مشاعري وانفعالاتي بالمكان والزمان المناسب. عندي تطوير ذات على مستوى الفكر، على مستوى العقل، على مستوى العمل، على مستوى النفس، على مستوى الأصدقاء، على مستوى المهارات الاجتماعية، على كل المستويات. أنا ما فيني يكون ثابت. حلو مريم. اليوم نحن ما لنا قادرين، معظمنا ما لنا قادرين نغير بظروف كثير بحياتنا وبظروف عامه. فحكيت نقطه كثير مهمه، نحن نتعود، نحن تعودنا يعني مش الحال. يعني خلينا اليوم نحكي عن خطوات. اليوم انا او اي فرد، اي حد عم يشوفنا حابب يشتغل على موضوع الذات عنده ويروح لتطوير الذات، شو هي اهم الخطوات؟ مفاتيح. اول شيء انا بدي اشوف اليوم انا وين واقف، شو اللي لازم يصير. دائما باي عند اي بني ادم واقف، اي انسان اليوم مسألي، في صوره ذهنيه براسه عنه لقدام، يعني هو شايف حاله لقدام بصوره او نسخه مختلفه عن اليوم. طيب هي الصوره اللي انت اليوم عن هي الصوره اللي شايفها، شو ناقصه؟ شو اللي لازم انت تشتغل عليه لحتى توصل لهذيك النسخه اللي انت شايفها بحلمك؟ كل انسان بعمله، ببيته، برفقاته، باصدقائه، بعلاقاته، باي ناحيه من نواحي الحياه، في نقطه حابب يوصل لها. طب هي النقطه شو بتلزم مني؟ هي بس القصه كورسات وكم كتاب اني اقراه وكذا؟ لا لا لا، في قصص على المستوى الروحاني. انا اذا ما كنت مرتاح نفسيا بيني وبين نفسي وعلاقاتي المحيطة فيني، إذا ما كان في راحة، أنا ما فيني جوانب الثانية أني أشتغل عليها. صحيح. في جوانب إلى أولوية. أول جانب هو الروحي والنفسي، أني أنا أكون فعليا داخليا مرتاح لأقدر أطور باقي الجوانب. في ناس كثير بتطور جوانب العملية أكثر، المهنية أكثر، بتقرأ كثير، العقلية أكثر، وتهمل الجانب النفسي، وهذا اللي بيصير أنه عليه ما بيعود، ما بتعبر كثير، بيعود كأنك أنت مخزنة هي المعلومات عندك بدون أي فائدة. فالأهم اليوم مثل ما حكينا نشتغل الموضوع النفسي، موضوع أنا شو ناقصني لصير النسخة اللي أنا حاططها لقدام.
طيب خلينا نحكي مفهوم تطوير الذات كثير مهم ومهارات الحياه، خلينا نحكي عن المهارات الحياتيه اللي هي تطوير الذات، وقلتي جزئيه كثير مهمه، اذا بدنا نحكي عن تطوير الذات لازم نقيس نفسنا، يعني يوميا نحن بنسال حالنا من سنه كيف كنا وكيف صرنا، مو بالضروره يعني في ناس بتجلد حالها زياده، يعني بتقول تطوير الذات هو انه انا ما حصلت على عمل اهم او مدخول اهم، لا، لما فينا نكون بمكاننا الحياتيه والاجتماعيه ومكان عملنا لكن عم نطور ذاتنا بعده مهارات حياتيه. خلينا نحكي عن هي الجزئيه لانه الناس بتلوم حالها، بتقول لك مثلا لانه اساسا بالبلد في ظروف استثنائيه، ما فيني لوم انه انا كمذيعه بعدني بهي المحطه ما فيني اطلع برات البلد لانه هي الظروف تفرض علي، بس انا فيني اطور حالي بمهاراتي الحياتيه لكون انسان فعليا ناضج نفسيا وفكريا وحياتيا، كيف بتعامل مع المحيط مع العمل حتى فينا نقول مع العيله يعني بالعلاقات الاجتماعيه اليوم. شوفي حبيبي انت كمان حكيتي شغله، انا قاعد اليوم بمكاني بمكان عملي بس انا حابب اطور والكل حابين يطوروا، تمام 100%. الفرق بين اللي بده يطور واللي لا، اللي بده يطور عم يشتغل وهو قاعد بمكانه، يعني مستمر بعملي مثل ما انا صحيح. مستمر بشغلي، مستمر بمهماتي اليوميه، مستمر بعلاقاتي، مستمر باي جزئيه بحياتي، لكن في عندي روتين معين او شيء معين انا عم بعمله، عم بشتغل واتهيئ لنقله جديده 100%. اللي قاعد عم يستنى النقله تيجي لعنده ما رح تجي صحيح. هو بده يكون مهيئ، وكل الاشخاص اللي اجتهم فرصه كانوا مهيئين كانوا عم يشتغلوا كان عندهم استعداد. طيب اوكي انا وين رايح؟ بدي روح طور بهذا الشغل، شو مطلوب مني لانا اطلع درجه اعلى؟ مطلوب مني 1 2 3 بدي اشتغل عليهم، ما بدي استنى تجيني سوري واسطه ولا تجيني فرصه هيك يدقوا الباب ولا انا في لاقي حالي، ما بصير انا في ولاقي حالي بهي الفرصه، انا بدي اشتغل على 1 2 3 شو مطلوب مني لحتى مثل ما قلت لك اوصل للخطوه اللي بعدها، شو مطلوب مني؟ طور لغتي، طور مهاراتي بالتواصل، اخذ وقتي مع العالم، طور علاقاتي، شو مطلوب مني؟ اضبط انفعالاتي، هي جزئيه كمان كثير مهمه، في ناس كثير بتخسر قصص لانه ما بتعرف تضبط انفعالها، لانه بتوقف قدام مدير، هو هذا المدير ممكن يعطيه فرصه حياته فهو بينفعل بكلمه بيروح، فهي القصص اللي نحن احيانا بنعتبرها انه هي شغله بسيطه لكن هي ابدا مو بسيطه. انا كيف اعرف اضبط انفعالي؟ كيف اعرف احكي بالمكان المناسب؟ وهذا كله هذه مهارات حياه، بوابه للانطلاق بمهارات مهارات حياه، اني انا اعرف بالضبط المكان والزمان والاشخاص، كيف احكي معهم، كيف اخذ واعطي معهم، كيف اشلح جاكيت والبس جاكيت، كيف اعرف بهذا المكان، هي اسمها مهارات الحياه اللي انا صحيح. بالضبط كيف ممكن ايه. فانا دائما بدي اقول لك باختصر كثير انه انا بكره شو بدي بشتغل على اللي بدي اياه بكره لكون عم جهز له تمام. اما شخص قاعد وعم يستنى فراح يضل يستنى اكيد. اليوم ما فينا نستنى، الوقت عم يعني الوقت عن جد بلش يسوى، بتحسي انه انت عم تساوي عم تحاولي ولكن في جزئيات ممكن تفشلي فيها تخليك تتراجعي لورا، فكتير مهم اليوم مريم نشتغل على انفسنا يعني وعلى قدراتنا نحن ونحاول نغير من انفسنا بدايه. بدي اشكر وجودك لليوم حبيبتي. مريم ولكل المعلومات، بدي اتمنى لك هيك صباح رائق وحلو دائما حبيبتي. شكرا كثير لك. شكرا لك اكيد مدربه المهارات الحياه مريم عيسى، دائما سعيدين بوجودك معنا حبيبتي. شكرا كثير لك. شكرا.